التارة تأتي بمعنى الحين. الحين؟ نعم. طب والمرة؟ والمرة الفعلة الواحدة أحيانا. التارة قد تأتي بمعنى المرة، يعني أنت تقول ضربته مرة، ما تقول ضربته تارة. ما أقول ضربته تارة. لا طبعا. يعني عدت حين أضربه. حين ضربت حين. لا. الحين تقصد الوقت؟ الوقت نعم. يعني مثلا تجلس عندي تارة وأجلس عندك تارة. تارة ثانية أخرى. تارة. هذا الوقت. الوقت هذا. بينما المرة هي الفعلة الواحدة. ضربته مرة واحدة. مرة. هل الحين هذا له مدة أو ممكن يكون لحظة؟ لا قليل قليل. يعني نقول مثلا أنظر إليه فتارة يفعل هذه وتارة يفعل. لا لا ثم نعيدكم فيه تارة أخرى. لا. أيوة. ليس. يعني قد تأتي التارة أحيانا بمعنى المرة، لكن هي الأصل هو هذا. التارة هي ظرف. التارة هي ظرف زمان بمعنى حين وقت.